هذا العقار عبارة عن دوبلكس، دوبلكس اللي مصاوب بواحد الطريقة اللي متقونة، بواحد الطريقة اللي كنا كنشوفوها شحال هادي وما بقاتش. كتلقى مثلا عندك في وسط الدار كتلقى واحد الدريجات اللي كيدخلوك مثلا للكوزينة و تيخرجوك من واحد الطبق واحد اخر. انا غادي نوصف لكم هادشي كامل دقه دقه. كنقول لكم المساحه اللي عندنا اليوم هي مساحه ديال 120 متر. العقار اللي غادي تشوفوا معايا بمساحه ديال 120 متر، بصح هو عقار لي دوزيام اللي هو قديم، ولكن الديكوراسيون ديالو كيفاش جات الفصاله ديالو والموقع فين جا على الخصوص موقع اللي هو رائع. اذا سيداتي سادتي كنقول لكم معكم طريق كما جرت العاده في العروض العقاريه المختلفه. مرحبا بكم في مدينة مكناس ومن مدينة مكناس أقدم لكم التحية والسلام. نقول لكم العمارة اللي تنتواجد في إحدى العمارات اللي هما قدام، عمارات ماشي جدادين، عمارات اللي تم التشييد ديالهم هذه سنوات ولكن مازالين نقيين محافظين عليهم. مالهم علاش؟ لأن دايرين مكتب ديال السنديك اللي كيسير هاد العمارات. عمارات اللي فيهم شيء اللي ولينا كنفتقدوه ما بين قوسين، عمارات اللي كتلقى فيهم جريده فين يلعبوا الوليدات، فين يخرجوا يلعبوا وانت مطمئن على وليداتك، ماشي فقط كيخرج وكيحل الباب وتلقى الشنطه قدام. واش متفقين معايا في هذا الامر؟ هذا شيء اللي ولينا كنفتقدوه بزاف، ان وليداتك يخرجوا يلعبوا قدام الدار وانت مطمئن عليهم، لان كاين واحد السباس قدام هذه العماره هذه خاوي اللي هو مخصص لهذه العماره، وكيقوم السنديك المكتب ديال الملاك ديال هذه العماره هذه تيقوم بالتسيير ديالو باش كتبقى في الحله ديالها وفي الجماليه ديالها. العقار اللي كنقوم بالوصف ديالو كما قلت في الاول عباره عن دوبلكس بمساحه ديال 120 متر مربع، كنتواجد كما قلت بالمدينه ديال مكناس وبالضبط على مقربه من واحد من اكبر الشوارع في مدينه مكناس اللي تم اعاده ديال الهيكله ديالو، اعاده ديال التشييد ديالو وتقاد مزيان، الا وهو شارع الجيش الملكي بمدينه مكناس. اللي بغى يشوف هذا العقار فما عليه الاتصال والتواصل معي. كما قلت هذا راه دوبلكس، علاش قلت لكم دوبلكس؟ انتم كتشوفوا معايا عندي الدروج هنا فينيسيون، بصح راها قديمه راها تتبان، ممكن الانسان يعاودها وممكن الانسان يحتفظ ولا يحافظ على نفس مثلا الديكوراسيون اللي كاينه دابا. هذا العقار راه تيتباع خاوي كما شفتوا معايا، عندي هنايا سيجور لكن ما كتشوفوا معايا عندي سيجور الاول اللي هو في هذا القنت هذا، جا عندي هنايا سيجور الثاني في هذه البلاصه هذه كذلك، بديكورات ديال مثلا الديكورات ديال القبص اللي هي مختلفه، وجا عندي الصالون في هذا المكان هذا. وكلها كما غادي تشوفوا معايا كلها راه عندها الواجهه على برا، ما عندهاش شي حاجه اللي كتجيب الضو ديالها من داخل ديال العماره ولا من داخل ديال العقار. عندي الشراجم ديال الصالون عندي الاول والثاني، وبالنسبه للسرجم ديال السيجور عندي واحد الهيه، ومازال غادي نطلع باش نوريكم شنو كاين. اما بالنسبه للابواب ولا المدخل ديال هذا العقار راه عنده جوج، عنده وحده من هنا وعنده وحده من داك الطبق. مثلا كانوا عندك ضيوف وكيستغلوا هاد مثلا هاد لا ريسبسيون هنايا هاد المكان، راه ممكن تدخل من لهيها، لا سيما ان الحاجه اللي زوينه ان عندك المطبخ جنب داك البلاصه. نكملوا الجوله ديالنا دابا، سالينا مع الفضاء المخصص للاستقبال، غادي ندخلوا وغادي نشوفوا كاملين الغرف. هنا هنايا الغرفه رقم واحد، حتى هي عندها اطلاله على الزنقه، فيها بلاكار ديالها باطلاله ومشمشه. اللي زوين في هذا العقار هو ان كاينه فيه الشميشه مشمش مزيان. علاش قلت مشمش مزيان؟ لان جاي على الجهه الشرقيه والجهه الجنوبيه، جوج ديال الواجهات اللي كيكونوا مفضلين. عندنا هنايا الحمام والدوش والطواليت، كما قلت راه عقار اللي كنقدم اليوم راه عقار اللي هو قديم ماشي عقار اللي هو جديد، ولكن الموقع فين جا. بالنسبه للطابق، الطابق الثالث فين جا هذا العقار؟ راه جا في الطابق الثالث في عماره اللي تم كما كنقول تم التشييد ديالها هذه سنوات باش تم التشييد ديال هذه العماره هذه. غرف راهم غرف اللي كبار. اما بالنسبه للعقار ديال اليوم الثمن ديالو اللي طارحينه هما ليه للسوق للبيع فهو 640 الف درهم، كنهضروا على 64 مليون. 64 مليون لربما يكون هناك شيئا ما من التفاوض ومن النقاش مع اصحاب هذا العقار. غادي نستمروا في الجوله ديالنا باش غادي نوريكم مثلا تشوفوا معايا البقيه ديال العقار، الا وهو المطبخ
والمدخل الثاني، المدخل الثاني ديال هذا العقار عندي هو هذا، هذه هي الباب ديال الدخله الثانيه، وبالنسبه للمطبخ هو هذا. المطبخ اللي فيه بلاكارات، وبالنسبه للموقع راه موقع اللي جد ممتاز، على مقربه من واحد من اكبر الشوارع بمدينه مكناس، الا هو شارع الجيش الملكي، في اتجاه المدرسه مثلا، لا في اتجاه المدرسه ديال لابيل اكسلونس، في اتجاه المدرسه ديال ايميل. عندنا هنا حمام، واللي بقى لي هنا هي غرفه او سيجور واحد اخر زايد، وواحد الاطلاله اللي جميله اللي كيطلع على واحد الاسباس فيغ ولا فضاء فارغ، فضاء اخضر. ثاني هذا هو العقار، حاولت ما امكن انني نوصف لكم بسرعه. اللي بغى يجي يشوف هذا العقار فما عليه الاتصال او التواصل معي، وانا راه الخدمه ديالكم جميعا. وكذلك انتم اعزائي المشاهدين، كان عندكم شي عقار بغيتوا تحطوه في البيع، فنحن راه الاشاره وراه الخدمه ديالكم جميعا. دمتم في رعايه الله، والى اللقاء.